هي أصل موسيقى العالم وحجر أساسه. أوتارها تحاكي الروح في خلوتها أو في اجتماعها مع الآخرين. تلك هي القيثارة السومرية، مفتاح صناعة كل الآلات الوترية، تلك الآلة المتوغلة بعمق الحضارات الإنسانية في بلاد ما بين النهرين، والتي اكتشفت قبل ما يزيد عن 4000 عام. ويعد عمر محمد فاضل الذي ينتمي لعائلة عرفت بأنها أول من صنعت آلة العود عام 1932 أبرز صناعها. تجربتي مع القيثارة السومرية، القيثارة السومرية تعتبر هي مفتاح الآلات الموسيقية بالعالم، وهاي الآلة هي اكتشفها الأكاديين 2450 سنة قبل الميلاد. اكتشفها المستر ويلي مكتشف بريطاني، وهاي الآلة تعتبر هي المفتاح، وهي دليل على أن الموسيقى ظهرت في العراق، وأول من عمل السلم الموسيقي والقيثارات كانت هي على 7 أصوات و11 و9، معناها السومريين كانوا عندهم 11 وتر، معناها أكو شاعر عندهم 11 سلم متكون من 11 حرف. هذا يدل بأنه الموسيقى ولدت في العراق، وكانت الآلة مقدسة ولم يعزف عليها إلا الملوك. ويحدثنا عمر عن المواد التي صنع منها القيثارة بقوله إنها نفس المواد التي دخلت في بناء وتركيب القيثارة السومرية وزينها بالأحجار الكريمة. أنا استعانيت بالمنشورات وبالوثائق اللي تثبت إنه هاي الآلة صنعت من القير وصنعت من الأحجار الكريمة ومن الذهب، فاستعنت بكل التفاصيل لأخلق هذه الآلة. ويذكر التاريخ بأن السلالات التي حكمت في وادي الرافدين قبل آلاف السنين كانت تهتم بالفن الذي ظهر جليا في النقوش والتماثيل، في المعابد والآلات الحربية والموسيقية التي كانت ترافق الملوك وأهمها القيثارة.